والآن مع كلمة ضيف شرف المؤتمر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا الأستاذ الدكتور أحمد عز الدين، تفضل. السلام عليكم جميعا. ما شاء الله، يعني اتخضيت لما جيت، الحمد لله ما شاء الله الحضور أكثر من رائع، وده إن شاء الله بشرة خير على العلاج في مصر بإذن الله تعالى، والعلاج الطبيعي طبعا بصفة خاصة. طبعا في البداية محتاج أرحب بالمنصة الكريمة، وطبعا معالي وزير الصحة الأسبق الأستاذ الدكتور أشرف حاتم. الحقيقة أنا بتشرف بإني يعني بشتغل مع الدكتور أشرف على القرب، من مش عايز أكبرك الدكتور أشرف، من أكثر من 25 سنة تقريبا في مجالات مختلفة، في تعاون، في إنشاء مراكز متخصصة، في مراكز تدريب اللي في القصر العيني للـ RC وما شابه، من خلال الخبرات السابقة في العمل مع الشركات الدولية. وطبعا كل الشكر والتقدير للدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي على التعاون المثمر معنا. وفي البداية أنا اسمي أحمد عز الدين، أنا رئيس تنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، ويمكن أنا بأمثل القطاع الخاص على المنصة. احنا بالنسبة لنا مجموعة مستشفيات كليوباترا هي مجموعة ما شاء الله، احنا بقينا دلوقتي قرابة 11 مستشفى ومركز طبي، بنعالج أكثر من حوالي يمكن 1,500,000 مريض. يمكن الخريطة اللي ورا دي بتوضح لحضراتكم، احنا عندنا مستشفى كليوباترا ومستشفى القرى التخصصي، بننشئ حاليا أو في الطور الأخير لافتتاح مستشفى قوامها 250 سرير، فيها مراكز متخصصة في كل شيء في التجمع الخامس، اسمها مستشفى سكاي. عندنا مركز عيادات في التجمع الخامس، فعندنا حوالي قرابة الخمس مراكز في منطقة شرق القاهرة، وفي زيهم من الناحية التانية ممثلين في مستشفى الكاتب، مستشفى الشروق، مركز عيادة الشروق، مركز مجرة في التجمع في الشيخ زايد، وأخيرا وليس أخيرا عندنا مستشفى كليوباترا أكتوبر، كان اسمها قبل كده إيدن أو هيفن، هي بقت كانت مركز للعلاج الطبيعي. هذه المستشفى أصبحت النهاردة تحت إدارتنا لحوالي أعوام كتير قادمة إن شاء الله تعالى، تم تحويلها من مركز علاج طبيعي إلى مستشفى كاملة. فلأن المريض اللي بيجي لنا في إعادة التأهيل أو في العلاج الطبيعي بيحتاج خدمات أخرى طبية كانت غير متوفرة كمركز طبي، وطبعا كان مجهود رهيب لحد ما الحمد لله تم تحويلها إلى مستشفى كاملة. قوامها الحالي حاجة حوالي 45 سرير إقامة داخلية، هيتحولوا في خلال السنة الجاية إلى حوالي 100 سرير، ومع مشروع كبير لتحويل هذا إلى مدينة طبية كاملة في المجال ده إلى حوالي 300 سرير مشيئة ربنا لخدمة كل المجموعة. المجموعة بتقدم خدمات لحوالي قرابة 1.5 مليون مريض في السنة، موجودة في النظام في البورصة المصرية. المجموعة يمكن ليها اختصارها في كلمة واحدة، تحويل النظام في القطاع الخاص من نظام أسري أو عائلي أو خاص إلى نظام مؤسسي متكامل في جميع أنظمة الحوكمة والإدارة الرشيدة زي ما بيقولوا. وده الحقيقة إحدى أسباب الحمد لله إن إحنا قادرين نتطور من عام لعام. وإحنا بنتكلم إن إحنا قطاع خاص، لا نتناسى ولولا لحظة دورنا المجتمعي ودورنا جوه البلد. يمكن الدكتور سامي كان معاصرنا، واحنا كنا الداعم الاساسي لهيئه الرعايه الصحيه في انطلاقه مشروع التامين الصحي. فاحنا كمجموعه احنا تولينا اداره 50% من مستشفيات بورسعيد، 3 مستشفيات من الست اللي كانوا هناك، ويمكن لحد النهارده مكتوب اسم المجموعه على المستشفيات هناك. قدمنا خدماتنا، قدمنا السيرفيس، عملنا تريننج لاكثر من 1200 مواطن موجودين هناك، سواء كان في الميديكال او في النون ميديكال، لان احنا في الاخر عايزين نتميز في سياستنا كمجموعه او التايتل بتاع المجموعه التميز في الرعايه الصحيه. والحقيقه دخولنا المجال في الطبي كمجموعه، غير ان احنا دخلنا مع التامين الصحي، احنا كمان في كل المؤتمرات الطبيه المجموعه ممثله، لان احنا في الاخر عاوزين نحسن patients quality of life. ففي كل المؤتمرات العلمية موجودين مع الجامعات الخاصة، بنستقبل طلبة صيدلة، بنستقبل طلبة العلاج الطبيعي، بنستقبل النيرسز، بنستقبل من بعض البرايفت هوستلز أطباء
بياخدوا الفاينل يير اوف جراديويشن من عندنا، لان الحمد لله رب العالمين الغالبيه من اساتذه الجامعات المصريه بيشرفونا بالتعامل معانا. بنشتغل مع حوالي اكتر من 2500 استشاري في موجود في مصر. والحقيقه دخلتنا النهارده على بقوه في الريهابيليتيشن والاكواثيرابي والليمفيديما وكل الخدمات اللي بتقدم في عندنا في المجموعه. فعلا مع الوزير السب سبيشاليتي اللي في العلاج الطبيعي والفوكس على هذه السب سبيشاليتيز از اكستريملي امبورتنت. وخليني اقول لحضراتكم احنا هنكون داعمين ومؤيدين تماما لاي اويرنس كامبين او اي برامج توعويه انتوا عايزين نعملها عشان نعلي مستوى الاويرنس بتاع المريض ان في هذه النوع من الخدمات موجوده ممكن تقدم من حضراتكم في اماكن كتير. ويمكن الأستاذة الدكتورة هدى أثرت على نقطة بتاعت بالنسبة للأطفال. I think إن الأطفال والأوتيزم والحاجات دي كلها محتاجة attention عالي عالي جدا جدا جدا. إحنا بنحاول إن إحنا حاليا نكمل هذا الموضوع في المستشفى الكبيرة اللي عندنا في منطقة 6 أكتوبر بحيث يبقى مركز متكامل للطفل من أي نوع من الإعاقة سواء كان ذهنية أو جسمانية أو whatever أو speech therapy أو ما شابه. فكل الدعم للنقابة والحضراتكم. إحنا إن شاء الله تعالى على لقاء قريب مع مجلس نقابة العلاج الطبيعي عشان نحط خطة كاملة للتعاون المثمر الفعال سواء كان على المستوى الأكاديمي أو على المستوى التدريبي أو على مستوى ارتفاع بمستوى الخدمات المقدمة في القطاع الخاص عامة. وهيكون كل الدعم لينا خصوصا ان احنا مضينا من حوالي شهرين على برنامج الزمالة، فاحنا مع الزمالة المجموعة المصرية القطاع الخاص اللي مسموح لها انها تستقبل حوالي 77 تخصص طبي، وطبعا ده بيشملهم العلاج الطبيعي. فدكتور سامي انا بشكر جدا حضرتك على دعوتك لينا، وان شاء الله تعالى المؤتمر اللي جاي باذن يكون افضل وافضل، وعلى مدار هذا العام نحط بإذن الله أفضل خطة للتعاون بين المجموعة وبين النقابة. وشكرا جزيلا لحضراتكم، بالتوفيق إن شاء الله.